زلنا مع مفردات الجمال ولا نذهب بعيدا مشاهدينا الكرام. هذه المرة الانتقال إلى الحدائق المنزلية، فن وذوق. عندنا ضيفة متخصصة في هذا الجانب وفي هذا المجال، كيف فعلا نؤسس لحديقة منزلية جميلة تسر الناظرين بمشيئة الله تعالى وتضفي نوع من الأريحية وأيضا الاسترخاء ونحن داخل أسوار المنزل الطيب. التفاصيل بوجود أختنا المهندسة ابتهال بنت يعقوب العفيفية، مهندسة معمارية. مرحبا وسهلا مهندسة ابتهال، وإحنا سعداء جدا بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. صباح الخير. صباح النور، أهلا فيكم، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا مرة أخرى المهندسة ابتهال. دائما تصميم الحدائق يحسن من شكل المباني والأماكن العامة بشكل عام، هنا نتحدث أكثر عن أنماط أيضا تصميم الحدائق وما هو النوع الأكثر شهرة هنا في المجتمع العماني. نعم طبعا، تصميم الحدائق هو شيء أساسي ومكمل للتصميم المعماري كامل، يعني هو صورة متكاملة تحفة معمارية من التصميم الخارجي للمنزل ونفس الشيء تصميم الحديقة. فالأنماط عندنا أنماط متنوعة، اللي هو عندنا مثلا أول نمط اللي هو التصميم الهندسي، اللي هو يكون نمط في تصاميم هندسية اللي مثلا مربعات مستطيلات، ويكون في تناظر في التصميم، يعني مثل ما تلاحظوا انه تصميم الحديقه جهه اليمين متناسقه مع جهه اليسار. نعم. مثلا تصميم نوافير من هذا الاتجاه وتناسقها في الاتجاه الثاني، هذا يسمى هندسي. هذا هندسي. نعم. النمط الثاني اللي هو التصميم الطبيعي، اللي هو تلاحظوا انه ما في تدخل كثير من المصممين، بيكون يعني طبيعي من الاشياء اللي توجدها الطبيعه. والتصميم الاخير هو هذا يكون عشوائي شويه، والترتيب فيها عشوائيه. نعم. ولكن فيها نوع من الترتيب. نعم فيها شويه من العشوائيه. والاخير بيكون اللي هو يربط الاثنين، الهندسي والطبيعي. حلو. ويكون اسمه اللي هو النمط الحديث، فيكون دمج بين الاثنين، وهو هذا النمط السائد عندنا. نفس الشيء في التصاميم المعماريه العمانيه، فتلقى يعني اغلب التصاميم الحدائق اللي هو النمط يتبع النمط الحديث. ممتاز، يعني هو النمط. نعم. الاشهر. نعم هو السائد اكثر. ممتاز جميل. نعم. جدا. طيب يعني بشكل عام، يعني وكونك موجوده في هذا المجال وفي هذا المحيط. نعم. كيف ترين الان اقبال افراد المجتمع على تصميم فعلا الحدائق المنزليه داخل اسوار البيت؟ نعم، هو الحين ما شاء الله يعني الناس اغلبهم متطلعين وعندهم اطلاع كثير على وسائل التواصل الاجتماعي، فعندهم افكار وحدهم حديثه في هذا المجال. نعم، لكن اكيد يعني ادعو كل شخص انه يلقى لاستشاري متخصص في هذا المجال، لانه بيفيده اكثر ويعطيه نصائح اكثر تفيده في هذا المجال. ممتاز. نعم. طيب المهندسه ابتهال، ايضا انا سؤالي، ما هي النقاط الرئيسيه التي يجب مراعاتها قبل واثناء تنفيذ الحديقه المنزليه؟ نعم ممتاز. يعني طبعا اي شخص قبل انه يفكر انه يصمم حديقته في البدايه يتوجه لاستشاري متخصص، بعدين يجيب المساحه اللي يحدد المساحه اللي يريد يصمم لها اللي هي الحديقه المنزليه، ونراعي فبعدين الاستشاري بيراعي عده نقاط، اللي هي اول شيء مثلا راعي حركه الشمس ومنطقه مثلا اللي هي الظهيره، وين تضرب اكثر شيء الشمس في هذاك في هذا الموقع. ممتاز. بعدين نفس الشيء نراعي حركه الرياح، نفس الشيء. ممتاز. ومن الاشياء نفس الشيء اللي لازم انه يهتم فيها انه نحدد يعني تصميم الحديقه يكون متناسق مع تصميم الفيلا، يكون بطريقه متماشيه معها. ممتاز. فهذا ونفس الشيء لازم يراعي اللي هي الميزانيه، انه يكون عنده ميزانيه محدده. حلو. ايوه، ويعني يتقيد فيها عشان يعني هو ما يحط مثلا اشياء كثيره يريدها ميزانيته بسيطه، فبيطلع التصميم مش متماشي على هو ما يريد. ممتاز. نعم. يعني اللي ذكرتيه يعني المهندسه ابتهال ربما يكون في فتره الظهيره او حتى نسميها فتره النهاريه. نعم. لكن ماذا فيما يتعلق في الفتره المسائيه والاضواء؟ نعم. الاضاءه بشكل عام. نعم. كيف ممكن فعلا استغلالها واستثمارها بالشكل الصحيح والسليم؟ نعم، يعني كل عائله اكيد يعني هي عندها احتياجاتها، ايش اللي تريدها في تصميم الحديقه؟ مثلا جلسات خارجيه، مثلا مناطق للشوي، أو مثلا أحواض سباحي، أحواض للسباحة، مناطق تشجير. فهو يكون أي زبون يكون حاط باله إيش الأشياء اللي يريدها ويوزعها في هذه المنطقة. نعم، فبعدين لازم نراعي نفس الشيء إيش الأشياء التكسيات اللي نستخدمها الأرضية، مناطق مثلا التشجير، مناطق الحصوات، يراعي نفس الشيء الإضاءة تكون يعني هادية ما تكون فيها تكلف كثير،
وتحس انه مزعجه للعين، يعني ما تحس براحه وانت جالس في هذه المنطقه. بالضبط. نعم. طيب طيب، يعني نحن يمكن هنا نتحدث عن المساحات الكبيره. نعم. او المساحات الواسعه. نعم. طيب، يعني البعض يمكن يسكن في شقه صغيرونه لكن نعم. فيها مساحه فاضيه ممكن انه هو يعمل فيها حديقه. نعم. خضراء، فإيش النصيحة اللي الآن توجهيها لهذه الفئة من الأشخاص اللي بالفعل يمتلكوا مساحة صغيرة؟ نعم. وممكن أنه هو يستغلها لعمل حديقة منزلية صغيرة. نعم، سواء مثل ما قلت شقة أو مثلا حتى فيلا صغيرة تكون بس فيها مساحة صغيرة كان غير. نعم. مستغلة. يعني عشان كذا أنا أنصح أي شخص أنه يلقى لشخص مختص بيفيده في هذه النقاط. يعني مساحة تكون صغيرة بس مستغلة بطريقة صح، يعني مثلا بلكونة في شقة يستغلها. أيوة أصلح حتى نفس الشيء الحين يستغلوها اللي هي البنت هاوس، نفس الشيء يعني يستغل مثلا جلسة صغيرة مع مناطق تشجيرة ومثلا نافورة على جانب فتعطي شكل جميل، والشخص خاصة الحين نحن فترة شتاء يعني يستغلوا هذا الشيء. نعم، يمكن البعض يتخوف انه يلجأ لاستشاري، يقول يمكن التكلفة راح تكون جدا عالية اذا لجأت لاستشاري متخصص في هذا المجال، فايش اللي يعمل؟ يطلع صور من جوجل او محرك البحث. نعم. وبعدها ينفذ اللي يشوفه على أرض الواقع. صحيح، وبعدين ينصدم في النهاية. صحيح، لأنه ما أي شيء يعني يتناسب مع، ما أي صورة تتناسب مع الحديقة الخاصة فيه. عشان كذا نحن ننصح أنه يلقى حتى ولو هو تكلف على نفسه في البداية، لكن هذه تعيش فترة طويلة، يعني لمدى العمر أنت يعني تدفع على شيء أنك يعيش لفترة طويلة أكيد ما تتكلف فيه، ما أنه شيء يعني تستعجل فيه وتجيب صور وتطبقها وبعدين تنصدم في النهاية. ممتاز. طيب المهندسة بتهال، كونك فرد من أفراد المجتمع أكيد يعني تزور صديقاتك أهلك ناسك أيضا المقربين منك، وأنت كونك مهندسة معمارية ومختصة أيضا في مجال تصميم الحدائق المنزلية، لما تدخلي وتشوفي حديقة منزلية في منزل من المنازل، إيش الشيء اللي يضايقك لما تشوفي أنه في خطأ معين في يعني تصميم هذه الحدائق المنزلية؟ الأكثر شيوع عن هذه الأخطاء مثل إيش؟ الأكثر شيوع أنا أحس يعني ناس كثير يتكلفوا في التصميم، يعني أفضل شيء هو البساطة وتحسي مريح للعين ويعيش فترة طويلة. نعم، ونفس الشيء بعد أنه يستخدم مثلاً إضاءات كثيرة وإنارة ما لها داعي، فتحسي كل شيء ما كان بسيط يكون مريح للعين ويكون الشخص يستمتع ويستخدمه لفترة أطول ويعيش فترة أطول. نعم. وأعتقد أيضاً اختيار النباتات جداً. نعم. مهم في الحديقة المنزلية. نعم. وأكيد أنتم كاستشاريين تساعدوا الأشخاص اللي حابين يعملوا حديقة منزلية حتى في اختيار النباتات. نعم. أكيد أكيد، لأنه هذا كل شيء متكامل، يعني وتصميم الحديقة يعني فيها مثلا أنواع النباتات مثل ما ذكرتي أحجامها ارتفاعاتها. لكم دراية. نعم. في هذا المجال حتى المهندسة؟ نعم أكيد، يعني نحن لما نصمم مثلا إذا كان مثلا الحديقة الخارجية هي مطلة على الجيران كامل، فمن هنا نحن لازم نراعي ان نحط على الزوايا اشجار مرتفعه بحيث انها تحجب يعني، ونفس الشيء اذا مثلا في اتربه وكذا تعزل هذه الاشياء. مثلا عند مناطق النوافذ والجلسات الخارجيه نعمل مثلا نباتات صغيره بحيث انها تكون عليها اطلالات من الصالات من برا لداخل. نفس الشيء مناطق اللي هي مثلا المناطق المائيه تعطي منظر جميل ونفس الشيء راحه نفسيه. نعم، هو الملاحظ يعني في المجتمع انه لما تجي الاجواء الشتويه نعم يستعدوا لها من قبل، يبداوا الحين عاد يعملوا الحدائق المنزليه، مناطق شوي ومناطق جلسات. أيوة. هو المفترض من قبل شويه. أيوة. تمهيد اساسا الموضوع عموما. يعني اللي من حاب الان اللي يتابع قهوه الصباح وخاطره يبدا الان يعمل حديقه منزليه، ايش ابرز النصائح الرئيسيه اللي توجهينها له من خلال هذا المنبر؟ نعم، يعني طبعا الحين انصح كل واحد يستغل حديقته، يعني خاصه اغلبهم تلقى مثلا في منهم ابدا هاملينها ولا يجلسوا فيها، يعني الحين خاصه فتره الشتاء الناس يتشجعوا انهم يجلسوا ويستغلوها يقسموها لمناطق مثلا مناطق جلسات، مناطق شوي، مناطق العاب للاطفال، نفس الشيء يعني الاطفال اللي يريدوا مترفه ليهم يكون من ضمن البيت. نعم، فانصح اي شخص انه يرجع طبعا لاستشاري مختص في هذا المجال بيفيده من جميع النواحي في ترتيب الحديقه بطريقه مميزه وجميله، وانه يستخدمها هو وعائلته طول السنه وخاصه في هذه الفتره في الاجواء الجميله. ممتاز. نعم. دائما سبحان الله المساحه الخضراء او اللون الاخضر يعطي نوع من الجمال. نعم، وراحه للعين. نفس الشيء بالفعل، وراحه للعين. نعم، فنحن شاكرين تواجدك اليوم معنا المهندسه ابتهال بنت يعقوب العفيفيه، مهندسه معماريه، كل التوفيق. نعم. لك ان شاء الله في مجالك. امين يا رب. شكرا لكم، شكرا على هذا الاستضافه، شكرا على كل النصائح اللي قدمتيها لنا. نعم. واتمنى ان استفاد المتابعين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لهم. اذا مشاهدينا الاحباء نستمر معكم ايضا في قهوه الصباح، نروح الى فاصل وبعدها لنعود من جديد، كونوا معنا.